السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الغر الميامين. ازيكم يا سنة ثالثة ابتدائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنخلص مع بعض الوحدة الاولى وهناخد lessons 4, 5, and 6. هناخد الثلاث دروس 4, 5, و6 وكده نبقى خلصنا الوحدة الاولى. وان شاء الله بقى الفيديو الجاي هنعمله لايف مع بعض ونحل فيه كل الوحدة الاولى، تمام؟ فتعالوا بقى نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. زي ما انت شايف كده بيقول لك هنا learn sounds، الدرسين 4 و5 دول عبارة عن أصوات، تمام؟ طيب هناخد الأصوات ما بين A و A. عندك هنا الدبل A، تمام، وال A مع ال A. تعالوا نشوف مع بعض ونقول بسم الله ونقرب الكاميرا. بص كده معايا، هنا بيقول لك ايه الدبل A؟ The letters ee make the sound ee. تعالوا نشوف مع بعض كده الكلمات. عندك هنا يشعر، feel feel feel، فانا قلت ee ومديت فيها شوية تبقى double ee، تمام. feel يعني يشعر، زي ما قلنا how do you feel، قلنا I feel happy، فهنا بيقول لك feel happy يعني يشعر بالسعادة، تمام. طيب نحلة، بي بي بي. ينام، sleep sleep sleep، برضو فيهم اي. طيب يقابل، meet meet meet. لون اخضر، green green green، تمام. يبقى الكلمات اللي فيها دبل اي دي بنطقها اي، تمام. تعالوا نقراهم تاني، feel happy feel happy، be be sleep sleep، meet meet، green green، تمام. طبعا الكلمات دي معايا حفظ، طبعا احنا حافظين feel happy ونحلة بي واخدينها من كيجي، يبقى الجديد معانا ينام sleep يقابل meet، ودي اخدناها قبل كده، ولون اخضر green الالوان برضو اخدناها، فكلها كلمات سهلة. يبقى الكلمات الخمسة دول فيهم دبل اي. يعني ايه دبل؟ يعني حرفين متكررين. لما اقولك دبل اي يبقى 2 اي، دبل ال يبقى 2 ال، تمام. طيب تعالوا بقى ناخد الاي مع الاي. الاي مع الاي هتديك نفس الصوت اي، تمام. طيب تعالوا نشوف كده ورقة الشجر اسمها ايه، ليف ليف ليف، خلاص. طيب ينظف، كلين كلين كلين، فبرضو اي اي، تمام. لحمة، ميت ميت ميت. خليلي بقى بالك بقى في الكلمة دي والكلمة دي نفس الصوت، ميت ميت. طيب هنا ميت اللي فيها 2 اي تبقى يقابل، اما اللي فيها اي تبقى اللحمة، تمام. طيب بعد كده بقى نيجي لكلمة ميت، لو حشت الام هتبقى يأكل ايت، يبقى حفظنا كلمتين في كلمة واحدة. يبقى انا لو حفظت كلمة لحمة ميت ام اي اي تي، اروح حايش بقى الام تبقى يأكل ايت، اي اي تي، تمام، اهي يأكل ايت. بعد كده بقى فريق، تيم تيم تيم، تمام كده يا ولاد. يبقى نقولهم تاني، ليف 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 اللي هي ورقة الشجر، افتكرها كده بالليف اللي احنا بنستحمى بيه ده، فاسمه ايه، ليف ليف. يبقى اول ما اقولك ورقة الشجر تقولي ليف ليف ليف. طيب ينظف اخدناها، كلين كلين كلين، وهنا بقى تحت السي نكتب حرف الكي عشان ابقى عارف ان السي هنا هنطقها كي. لحمة، ميت ميت ميت، يأكل ايت ايت ايت. فريق، تيم تيم تيم، تمام. طيب نقراهم بقى كلهم مع بعض، feel happy feel happy، be be، sleep sleep، meet meet، green green. اردد ورايا وانا بقول كده الكلمات، انت كمان اردد ورايا، leave leave، clean clean، meet meet، eat eat، team team، تمام كده يا اولاد. طيب لو جينا بقى للصفحة اللي جنبها دي كلها exercises واكتيفيتيز، تمام، على الكلمات اللي انت اخدتها دلوقتي كلها على الكلمات دي، ان شاء الله هنحلها مع بعض في لايف كده مع بعض. تعالوا بقى ناخد الحاجة الجديدة دي، البرفكس ان. ايه كلمة ان دي؟ يعني ايه perfect؟ البرفكس دي بحطها قبل الكلمة، فبتبقى اللي ببدأ بيها الكلمة، تمام، فبنسميها perfect. طيب اسمها ايه بقى ان؟ ايه الان دي يا مس؟ تديك عكس الكلمة. يعني انا لو قلت لك، احنا خدناها طبعا في الدرس الاول، لو قلت لك سعيد happy
قلنا غير سعيد unhappy، صح كده؟ مين فاكر معايا؟ يبقى احنا قلنا happy سعيد، تمام، يبقى عكسها not unhappy، تمام. هنا بقى بيقول لك ايه؟ unhappy هي not happy، تمام، يعني حد مش فرحان يعني حزين، تمام. طيب ادي الكلمة الاساسية اهي happy. طب لما اقول بقى ان حد مش فرحان يبقى unhappy، فهمنا؟ احنا مش هنكتب دي، ده هو بيفهمك يعني كلمة un دي هي not، بتديك عكس الكلمة، يبقى happy عكسها unhappy، تمام. دي سعيد ودي هتبقى حزين، تمام كده يا ولاد. طيب تعالوا بقى ناخد الكلمة وعكسها والكلمات دي معايا حفظ، يا ريت تحفظها. صغير small small small، الله يا مس، ده انت بتنطقي او هنا. اه ما احنا قلنا الاي لما يجي وراها 2 ال يبقى هنطق الاي او، بس مش معنى كده ان انت تكتبها لي، لا انا عايزاك تنطقها بس ما تكتبهاش، تمام. يبقى small، بصوا كده كلمة طويل هقول tall ولا tall. الله ما انت لسه قايله يا مس ان الاي لما بيجي وراها 2 ال يبقى الاي هنطقها او، فتبقى small tall، تمام. طيب تعالوا ناخد عكسها، small يعني صغير، هتبقى عكسها كبير يعني big 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 بي اي جي. طيب طول حد طويل، يبقى التاني short 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 قصير، افتكروا بالشورت اللي بنلبسه في الصيف ده. هنا happy سعيد عكسها unhappy غير سعيد، healthy صحي unhealthy، طبعا دول اخدناهم. شايف بقى هنا الكلمة عشان ادي عكس الكلمة دي والكلمة دي رحت حطيت ايه؟ حطيت ال un اللي هي يو ان عشان تديني عكس الكلمة، يعني دي سعيد unhappy تبقى غير سعيد، هنا healthy صحي تبقى unhealthy غير صحي. طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ read and write give the meaning، هتدي نفس المعنى، خلي بالك not happy حد مش فرحان تبقى ايه؟ unhappy، تمام. طيب not healthy حاجة مش صحية يبقى unhealthy، يبقى انت بتكتب الكلمة بس بتحط قبلها ايه؟ un، هي نفس كلمة not، تمام. طيب هنا بيقولك give the opposite، ادي العكس، عندي short قصير تبقى طول طويل، هكتبها ايه ولا او؟ لا هكتبها ايه، تمام. happy هتبقى عكسها ايه؟ unhappy. طب عندنا كلمة تانية فاكرينها؟ اه حزين sad، تمام، دي او دي الاتنين شغالين. طيب تعالوا نروح مع بعض للبنكتويشن، كل مرة بناخد حاجة في البنكتويشن. البنكتويشن دي يا ولاد اللي هو ان احنا بنحط علامات الترقيم، البنكتويشن ماركس علامات الترقيم. اول حاجة انا بمسك الجملة عندي، قلنا اول حرف في الجملة بعمله كابيتال، جملة بقى سؤال مش عارفة ايه لازم اعمله كابيتال، يبقى اول حرف يا ولاد كابيتال، تمام. طيب ايه تاني ممكن اكتبه كابيتال لو لقيته؟ قال لك اسامي الولد او البنت، لو لقيت اسم اميرة او مروان او علي او هدى او هاني يوسف، اصحابنا اللي كانوا معانا في الكونكت، تمام. اول ما تلاقي اسم من الاسامي في اول الجملة في نص الجملة في اخر الجملة، المهم ان هو اسم ولد او اسم بنت، تعمل الحرف الاولاني كابيتال، تمام. يبقى اتفقنا دلوقتي في حاجتين، اول حرف في الجملة وتاني حاجة اللي هو اسم الولد او اسم البنت، تمام. طيب بعد كده بقى بيقول لك ابرد اللي هو النقطة بقى، بيقول لك بنستخدمها فين؟ في حالة الجملة، لما اقول لك اي فيل هابي او هي از ساد، تمام، بحط نقطة. لو لقيت انه بادئ بضمير، الضمائر السبعة بتوعنا اي اهم، هكتبهم اي وهي وشي وات وي ويو واخر واحدة ذي، اي واحدة من دول لو لقيتها في بداية الجملة يبقى هتحط نقطة في الاخر. طب لو لقيت اسم ولد او اسم بنت يا مس في اول الجملة برضو هتحط نقطة، تمام كده، تمام. طيب هنا بقى بيقولك امثلة اهي، عمر ميتس علي، الله المس قالت اول حرف على طول اشتغل، يبقى الاو كابيتال، تمام، عمر، وتنزل الباقي عادي. ميتس ده يقابل، لا اسم ولد ولا اسم بنت، يبقى تنزل زي ما هي. علي اه يا مس ده هنا في علي، يبقى اسم ولد، يبقى لازم اعمل الحرف الاول كابيتال، تمام. يبقى عمر ميتس علي، ده الجملة الصحيحة. نسينا حاجة؟ اه النقطة، بادئ باسم ولد حط في الاخر ايه؟ نقطة، تمام. هنا برضو حسن ان منى كلين ذا بلاي جراوند، اه ده انا عندي حسن ومنى وما فيش حاجة تاني غير ان انا هحط نقطة. طيب هي ايتس جود فود، هو بياكل اكل كويس، يبقى هنبدأ بهي وما فيش حاجة تاني غير ان انا هحط نقطة. فهمنا كده يا ولاد؟
يبقى البنكتويشن اخذنا المره اللي فاتت، المره اللي فاتت الاكسكليميشن مارك علامه التعجب، وقلنا لو قلنا ام اكسايتد او هابي او ساد او اي جمله من اي كلمه من اللي خدناهم في الدرس الاول يبقى دي علامه تعجب. النقطه بقى لو بادئ الجمله باسم ولد او بنت او ان هو بادئ بضمير نحط نقطه. علامة الاستفهام ما خدناش غير واحدة بس اللي هي هاو، اول ما تلاقي هاو في اول الجملة يبقى هتحط علامة استفهام. هنا بقى بيقول لك ايه، سيركل ذا كوريكت بانكتويشن، هتعمل دايرة على البانكتويشن الصحيح. بيقول لك ام دينا، دي ولا دي؟ اه ده دينا اسم بنت، يبقى اعمل على دي الكابيتال. وي دي ولا دي؟ طبعا دي كابيتال ودي سمول، ده احنا في بداية الجملة يبقى لازم فعل ايه حرف كابيتال. وي نفس الكلام هنا، وي ايت فيجيتابلز برضو اول الجمله تبقى كابيتال فيجيتابلز، طبعا نحن بدأ بضمير يبقى هختار الايه الفول ستوب. ار يو كي، طيب اول الجمله يبقى الايه الكابيتال. ار يو كي ندى، اه ده ندى اسم بنت يبقى برضو الكابيتال. وهنا بتقولها هل انت بخير، يبقى سؤال هنا علامه استفهام. احمد طبعا اول الجمله هيبقى اي تمام كابيتال، اند ساره يبقى الاس كابيتال، فيزيت زير جراند بيرنتس ما فيهاش اي مشكله. هنا بقى بيقول لك ايه، ريوردر تو ميك كوريكت سنتنسز اول ذا وورد ذا كوريكت بانكتويشن ماركس. طيب هنحل الصفحه دي مع بعض وبعد كده ناخد اللي جاي. هنا بقى بيقول لك ايه، رتب الجمل وضع علامات الترقيم الصحيحه. feels she excited، هنبدأ بالضمير اللي هو من she، يبقى هكتب she وبعدين الفعل اللي فيه s feels يعني هي تشعر، وفي آخر حاجة بقى الشعور excited تمام. طيب هي هنا she يبقى في الآخر هحط ايه نقطة. هنا بقى بيقولك make good sandwiches you، يبقى هنا هنبدأ بايه you ولازم تعملها capital you، وبعدين الفعل make you make وبعدين good sandwiches اهي good sandwiches. خلي بالك هو كاتبها لك هنا small بس انت لازم تعملها capital عشان دي اول الجملة تمام اهو، وفي الاخر برضو ايه نقطة لان ده جملة. ندى eat sleeps hours for a day، هنبدأ طبعا بندى اهو، شايفين عملت الان capital في اول الجملة. ندى مالها؟ بتنام sleeps، بتنام كام؟ 4، بتنام لمدة 8 hours ما فيهاش اي حاجة تتعمل تاني، hours a day يعني بتنام 8 ساعات في اليوم، يبقى في الاخر احط برضو نقطة لان دي جملة. طيب بعد كده بقى بيقولك read and tick، هنحط علامة صح for the sentences that are written correctly، هنحط علامة صح لو الجملة دي مكتوبة صح. هنا when is your birthday، اه ده اول الجملة عاملها capital يبقى كده صح، وهنا بقى حاطط علامة استفهام. خلي بالك بقى معايا علامة الاستفهام هضيفها مع how، خدها بقى ايه للزمن كده، واي حاجة بدأ ب wh يبقى how، واي حاجة بدأ ب wh هنا بدأ ب wh اه يبقى الجملة دي ايه صحيحة، يبقى دول خد لهم علامة الاستفهام. I love ice cream، انا بحب الايس كريم، جملة ممتازة ما فيهاش ولا غلطة وحطت النقطة يبقى صح. My favorite subject is math، طيب هنا صح اول واحدة favorite subject is math، المواد الدراسية يا ولاد لازم تتعمل capital، يبقى الرياضة هنا عملها small تبقى غلط، وكمان حاطت علامة استفهام تبقى برضو غلط، المفروض ان هي نقطة والماث تتعمل capital، يبقى الجملة دي incorrect. عمر walks to school، عمر بيتمشى المدرسة، عمر بدأ بحرف كابيتال وفي الاخر حاطط نقطة عشان بدأ باسم ولد، يبقى الجملة كده صح تمام. طيب تعالوا بقى نشوف هنا الرول بلاي، هنقرأ مع بعض. هاني and Hannah are in the kitchen، هاني وهنا في المطبخ زي ما انتم شايفين، نشوف مع بعض. هنا بتقوله ايه، هاي هاني، قلنا اي حد لما اقول له هاي هيرد عليه يقولي هاي، فقال لها هاي هانا هاو دو يو فيل، بنراجع بقى على الدرس الاول، بيقول لها كيف تشعرين، قالت له اي فيل ثيرستي اند هانجري، قالت له ده انا جعانه وايه وعطشانه، بات وي هاد ا جريت جيم، قالت له بس احنا عندنا مباراه رائعه يعني لعبه جميله، اي كان ميك يو ا ساندويتش، قال لها ممكن اعمل لك ساندويتش،
قالت له thank you، شكرا لك، you are very kind، يعني انت عطوف جدا، يعني طيب جدا. have some juice، قال لها تفضلي بعض العصير، فقالت له thank you. تمام. طيب هنا كاتب لك سؤالين، بيقول لك هانا and هاني are in the garden ولا kitchen ولا living room، طبعا هما في الكيتشن. هانا feels، هانا بقى كانت حاسه ان هي hungry ولا sad ولا tired، لا كانت hungry و thirsty. تمام. طبعا عايزاك هنا في الجزء ده تبدا تتعلم تقرا. لو جينا بقى بصينا لدي الجزئيه دي، انتوا عارفينها، هنكتب الكلمه دي 3 مرات هنا ونحفظهم الكلمات الجديده بتاعتنا. بعد كده في اكتيفيتيز على الدرسين 4 و5 ان شاء الله هنحلهم مع بعض. نيجي بقى للدرس السادس، وهو في شويه كلمات حلوين، وهو طبعا ماس رياضه. فتعال نشوف مع بعض. ادي كلمة ماس اهي، يعني رياضة الحساب يعني، وهنا measurements اللي هي ادوات القياس، تمام، او وحدات القياس. تعال نشوف مع بعض. طبعا الكلمات دي معايا حافظ على الكلمات الجديدة. بيقول لك المليمتر، مش معايا المسطرة، المليمتر اللي هي الشرط، بصوا كده اهو هو رسمها. المليمتر دي يا اولاد الشرط الصغيرة الايه اللي في النص دي، تمام، اهو شايفينها دي كلها اسمها مليمتر، تمام. طيب السنتيمتر من هنا لهنا ده سنتي، ومن هنا لهنا ده سنتي، تمام، يبقى المسافة ما بين الحتتين الطوال دول يبقى ده سنتي. السنتي بقى في كم ملي؟ هتلاقي فيه 10، هنا 5 وهنا 5، تمام، فهمتوا كده؟ يبقى السنتي ده كله والملي الحاجات الصغيرة، فطبعا السنتي اكبر من الملي، تمام، ودول بنستخدمهم في القياس لما اجي اقيس حاجة اقول بالملي او بالسنتي. تعالوا نشوف بقى مع بعض اسمهم ايه بالانجلش. الملي متر اسمه ملي مترز، ملي مترز، ملي مترز، ملي مترز او ملي مترز، مفيش مشكلة ان انت تنطق التي دي، مفيش مشكلة او تنطقها تي زي ما هي. يبقى اسمها ايه؟ الملي متر اسمه ملي مترز، ملي مترز. طب انا مش عارف احفظ الكلمة الكبيرة قوي دي، بنختصرها في ايه؟ ام ام، 2 ام، بعرف ان دي كلمة ملي متر، تمام. طب هحفظها ازاي يا مس؟ هتكتب لي ام، تمام، وبعدها اي، اي، وبعدين ال واي، فهمتوا كده؟ يبقى ام اي واتنين ال واي، يبقى الاتنين ال في النص قبلهم اي وبعدهم ايه؟ اي. وبعد كده متر، ام اي تي اي، سهله كده، كل ما تكتب حرف تكتب اي، يبقى ام اي تي اي. وبعدين ار اس اللي هي اس الجمع بقى، لو هتقول مليمترات كتيره تبقى اس الجمع، لو هتقول مليمتر واحد يبقى تقف عند الار. فهمنا؟ بقت سهله كده، ملي وبعدين مترز، ملي ام اي ال ال اي، وبعدين ام اي تي اي، وار في الاخر، واس لو هتجمعها، تبقى اسمها ايه؟ دي اسمها ملي مترز. قرب بس الكاميرا شويه اهو، هنا دي اسمها ايه؟ ملي مترز، ملي مترز، الاثنين صح. طيب السنتيمتر خلي بالك بقى اسمه ايه؟ سنتي مترز، سنتي مترز، سنتي مترز. الله، طب والتي دي يا مس؟ هنلغيها شويه في النطق، فهتبقى اسمها سنتي مترز، سنتي مترز. وهنختصر الكلمه دي كلها في حرف السي مع الام. طب الاختصارات دي ايه؟ السي بتاع السنتي والام بتاع كلمه متر، تمام، برضو هنا نفس الكلام، الام بتاع ملي والام دي بتاع الايه؟ المتر. فهمنا كده؟ يبقى دي اسمها ملي مترز، سنتي مترز، او سنتي مترز، تمام، ملي مترز، سنتي مترز، ملي مترز، سنتي مترز، تمام. طيب كلمة يقيس بقى، لما حد يبدأ كده يمسك المسطرة ويقيس يبقى اسمها ماجر، ماجر، ماجر. ايه الكلمة دي؟ ده ما فيهاش حرف الجي خالص، قالك الاس يو هنا هتديك حرف الجي، تمام، فاسمها ايه؟ ماجر، 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 ام اي اي اس يو ار اي، تمام. طيب اصبع الابهام اللي هو ده صبعنا الكبير اسمه ايه؟ ثم، 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 شايفين انا بقف لحد الام، يبقى البي دي ايه؟ سايلنت. خلينا متفقين ان اي ام لو جه وراها بي يبقى البي دي سايلنت يا اولاد، يبقى اصبع الابهام ده اسمه ثم، 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 تمام. طيب اصبع اليد، اي بقى صباع في صوابع دول هسميه فينجر، 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 3 حروف، 3 حروف، اف اي ان جي اي ار، تمام. يبقى الكلمات بتاعتنا ملي مترز، سنتي مترز، ماجر، ثم، فينجر. خلاص كده، يبقى دي ال5 كلمات اللي معانا النهارده، وسهلنا عليكم الكلمتين دول بقوا سهلين جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنا ازاي هنقيس. تعالوا بقى نشوف الكلام اللي انا شرحته من شويه.
بيقول لك ان السنتيمتر 1 سنتيمتر السنتيمتر الواحد equals بيساوي 10 مليمترز 10 مليمتر. تمام، يبقى السنتي الواحد ده المسافة دي او دي او دي اي مسافة ما بينهم فيها 10 مليمتر. تمام، فهمنا يا ولاد؟ طيب لو قسنا بقى هنا بيقول لك مثلا هو بيقيس القلم بتاعه، فالقلم بتاعه طلع لحد كام؟ هنا 8 وجاي عند الحتة دي في النص ما بين المليمترات دول ودول، يبقى هنا ونص. خلاص، يبقى هنا وصل لحد 8 وكمان نص، يبقى هيقولها ازاي؟ My pencil is 8.5 سنتيمترز، يعني القلم الرصاص بتاعي طلع طوله كام؟ 8.5 سنتي. تمام، طيب هنقراها ازاي 8.5 دي؟ 8.5 يعني 8.5، النقطة اسمها دوت. تمام، طيب تعالوا نشوف مع بعض هنا بيقول ايه. بيقول my pen is 9 هيبقى ايه؟ سنتيمترز، وهنا قاس بقى القلم الجاف بتاعه طلع لحد كام؟ رقم 9، يبقى قلم الجاف ده 9 سنتيمتر. تمام، سنتي يعني حاجة صغيرة، لكن كلمة متر لا بقى، ده المتر ايه؟ كبير جدا. طيب تعالوا نشوف بقى هنا بيقول لك اكتيفيتي، هتكتب انت المقاس، هتشوف مثلا الكتاب ده وصل لحد كام؟ وصل لحد 17، وهنا في انا مش عارفه بالظبط فين، اهو عند المليمتر ده، فهيبقى 1. نعد بقى 1 ادي من اوله 1 2 3، اه وصل لحد 3. تمام، يبقى واصل لحد 17 وتلاتة من عشرة، يبقى هنكتب ال 17 عادي جدا هنا وبعدين فاصلة وتلاتة. تمام، التلاتة دي يا ولاد اللي هي المليمترات اللي هي الشرط الصغيرة دي. تمام، طيب تعال نشوف هنا فرشة الأسنان وصل لحد كام؟ هنا 15 وما وصلش لل 16، وصل لحد دي، فهتبقى كام بقى؟ تعالوا نعد 1 2 3 4 5 6 7. تمام، يبقى وصل لحد 7، يبقى 15 وايه؟ 15 و7 من عشرة. تمام، طيب تعال نشوف هنا جايب الايد دي، وهنا قايس الثم اللي هو الابهام الصباع الكبير بتاعنا ده والفينجر ده، وكاتب هنا الايه؟ المقاس بتاعهم. هنا بيقول لك ماي فينجر، فين الفينجر ده ولا ده؟ لا، الفينجر ده هيبقى طوله كام؟ 5.4 ايه من عشرة، يبقى اكتب له هنا 5.4 من عشرة، هو كاتب لك سنتي مترز. طيب الثمب بقى صغير، فهيبقى 4.2 من عشرة، يبقى 4.2. تمام، طيب تعالوا بقى نروح للجرامر بتاعنا النهارده اللي هو مهم، اللي عايزاك تاخد بالك منه وتعمل عليه جمل. ايه هو مس هاو تول؟ يعني ايه هاو تول؟ يعني كم طول؟ انا بقى اخدت ازاي هعرف اقيس؟ طيب انا عايز بقى اعمل سؤال واجابه عن ان انا اقول كم طول ده، او كم طول الولد، كم طول البنت، كم طول القلم. تمام، هقولها ازاي؟ كلمة كام الطول اسمها هاو طول. الله، ده احنا حافظين هاو يا مس بتاع هاو دو يو فيل، بقت سهلة اهي. وطول هتبقى تي اي ال ال، تبقى هاو طول از، يبقى هجيب بعدها اسم مفرد ادام ما قلت ايه؟ از. هاو طول از، لو جيت للولد كده الولد بنعوض عنه بالضمير هي، هو يبقى هاو طول از هي، كم طوله؟ نروح نقول بقى ايه، نشوف المسطرة قايسة كام؟ 125.3، هنقول له هي از 125.3 سنتيمتر طول. طوله كام؟ 125 سنتي و3 ملي. تمام، يبقى قلنا ازاي السؤال هاو طول از هي. طب انا مش هقول بقى الولد، هقول البنت، هقول هاو طول از شي، يبقى نفس الكلام بس بدل هي بخليها شي، وشي هي 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 بس بحط لها في الاول اس، بقت سهله جدا كده. لما اجي اجاوب بقى قال لك هتشطب على هاو طول، تمام، وتعكس الكلمتين دول، خلاص كده يبقى بعمل لهم ايه؟ مقص، بدل ما هي از هي هخليها هي از، وبدل ما هي از شي هخليها شي از. تمام، اهو يبقى هنا جاوب قال ايه؟ شي از، وكتب الرقم ده اللي هو 128.1 سنتيمتر طول. بيقول لك طولها بقى كام؟ 128 سنتي وملي. خلاص كده فهمنا، يبقى هاو طول از للحاجة المفرد بقول وراها هي او شي. طيب انا بقى عايز انا اقول
للجمع ها وطول ار واجيب وراها اسم جمع، يبقى الار للجمع، اما الاز للمفرد، يبقى ار للجمع از للمفرد، ها وطول واقول از، لو قلت از هقول كلمتين يا هي يا شي، تمام. اما لو قلت ار قالك هتجيب وراها plural noun اسم جمع، اهو اسم جمع، فهمنا؟ طيب how tall are the children؟ الله the children الاطفال، يبقى ناس كتير، يبقى عددهم كتير، يبقى نقول how tall are، تمام. طيب هنا الاطفال بقى كاتب لك طول كل واحد فيهم تحته، اهو كل واحد الطول بتاعه مكتوب تحتيه. المهم ان عايزاك تحفظ كلمة how tall is او are، is لو بيجي وراها حاجة مفرد و are لو بيجي وراها حاجة جمع، فهمنا كده؟ يبقى how tall يعني كم الطول، عشان لو جات لك في البنكتويشن how tall يبقى في الاخر هحط علامة استفهام، شطار. وزي مين how feel، how do you feel، من برضو بنحط علامة ايه استفهام، فهمنا كده يا اولاد؟ يبقى اي حاجة بادئة بهاو هحط في الاخر علامة استفهام، لو جاء الار يبقى اسم جمع، لو الاز هتبقى هي او شي او اي اسم ايه مفرد، فهمنا؟ ده كان هاو طول. طبعا هنا في اكتيفيتيز على الدرس السادس، تمام، ومراجعة على الوحدة كلها بقى. ابعد بس الكاميرا عشان تشوفوها، اهو هنا بقى مراجعة على الوحدة السادسة كلها، الوحدة الأولى قصدي. يا رب نوصل للسادسة إن شاء الله. هنا أهو الوحدة الأولى كلها، فإن شاء الله الحصة الجاية بقى هتبقى لايف، هنحل بقى مع بعض كل الحاجات دي، وتدخلوا بقى معايا في الكومنتات وتبدأوا تحلوا وتجيبوا الملخص بتاعك، ونبدأ إيه نشتغل مع بعض في اللايف، تمام. خلص بقى الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون سهل وسريع كده وبسيط، خدنا الكلمات وخدنا كلمة هاو طول وسهلة جدا هاو طول، وخدنا أدوات القياس والكلمات بتاعتنا بتاع حرفين الإي إي والإي أي، تمام. بس كده كان الفيديو سهل وجميل، أشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.